السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير أيها الطلبة الأعزاء، في صحة جيدة بحول الله. نحييكم ونتمنى لكم كل السعادة والخيرات. نشكر انضباطكم على المحاضرات والأوراش التدريبية المنظمة من طرف جامعة محمد الخامس بالرباط. أحل عليكم ضيفا خفيفا بحول الله اليوم من أجل موضوع مهم للغاية. Les principes pour des révisions efficaces, استراتيجية النجاح من خلال تدبر الدروس. Des stratégies gagnantes, certainement. دورتنا اليوم فيها حكمة تدبير السلوك والمشاعر معا، فيها سبل التدريب على مهارات وتنظيمية متبعين بذلك ميثودولوجيا خاصة في مراجعة الدروس، فيها تدبير بطريقة نوعية، فيها حسن التأقلم مع الدروس وجو الدروس كذلك، فيها قيمتك العلمية أخي الكريم أختي الفاضلة، من قيمة هويتك العظيمة، فيها المتعة، فيها أنا وأنت، وفيها نجاح أكيد وفلاح بحول الله تعالى. مرحبا بكم إذن أيها الجمهور الطيب، أيها الطلبة الكرام. نبدأ بحول الله هذه المحاضرة القصيرة نوعا ما التي تعنى بفنيات صناعة النجاح. نواكب سلسلتنا التدريبية بكل شغف. حضورنا ينير المسار التدريبي والتعليمي ويجعله ذا قيمة نوعية. أكيد إن قرأت، إن بحثت، إن تدربت أكثر تكون في أحسن مستوى. نرحب بالطلبة الأعزاء إلى هذه البرامج الحضورية وعن بعد، ونجدد الترحاب بكل من التحق بنا. نقولها عاليا للتدريب الطيب عنوان جامعة محمد الخامس بالرباط. نفخر بخدمتكم ونسعد وتسعدون كذلك دوما بحول الله بالانتماء. إخوتنا الأفاضل نبدأ، نحن ننتظر الإخوة والأخوات، أكيد دقيقة فقط. قائمة فنيات اليوم، نعم، le menu du jour, c'est un peu ça. C'est des principes pour des révisions efficaces. C'est un peu une continuité de la séance dernière qui a réuni tous les étudiants, presque 6 étudiants de l'université Mohamed V de Rabat. أنا أقول لكم اليوم سوف نتطرق لثلاث أو أربع نقاط عظيمة من محتواها كذلك. من الأفضل أن تكون ماراثونيا بدلا من أن تكون مسرعا، راجع قليلا كل يوم. سوف نفهم هذه الخاصية الجميلة، ثم قم بالفرز وتعلم الأساسيات أولا، ثم ثق أن ذاكرتك تعمل بشكل جيد، هكذا هناك ثقة نبنيها نحن. ثم لبطاقات التركيز، يعني فلاش كما كنا ذكرنا في الحصة السابقة، على الجوهر أكثر من الشكل، وفنيات ملهمة لتحقيق النجاح لا محالة إن شاء الله. شبابنا الأعزاء، فخر المغرب الحبيب، طلبة الجامعة المنحدرين من دول شقيقة وعلى مستوى العالم كذلك. موضوع اليوم موضوع مهم للغاية، إذ نتناول من خلاله سبل تدبير المرحلة التنظيمية، يعني شهر 11 وشهر 12 من مراجعة الدروس استعدادا للاختبارات. أي نعم، نحن نستعد منذ الآن. النقطة عين، عليك أن تستهدف القمر، لأنه على الأقل إذا فشلت بين قوسين، وسمحونا على هذا الفعل، سينتهي بك المطاف في النجوم. هذا ما قاله أوسكار وايلد. من خلال المراجعة للحصول على 20/20 مثلا، سوف تتأكد من حصولك على درجة جيدة جدا، يعني حتى لو لم تكن 20/20 سوف تصل إلى 15/20 أو 20 كذلك أو 16 أو أكثر، هكذا المعنى. أي مستواك سيفوق معتقد الذي حددته سالفا. حدد معتقدات ويعني وحدود تليق بطالب العلم المتميز، هذا ما يصطلح عليه باللغة الفرنسية les croyances limitantes. Ma croyance limitante, il y a une autre croyance qui pourrait me donner un bénéfice certainement, c'est ma deuxième croyance, c'est la croyance en moi. C'est un petit peu ce qui a été traduit en langue arabe. كل شيء ممكن لمن يحلم، أكيد يجرؤ يعمل ولا يستسلم أبدا. أكيد طلبتنا الأعزاء،
أفضل طريقة للتنبؤ بالمستقبل هي إنشائه، هي صناعته، الكد من أجله وبعون الله. ننطلق إلى هذه المحاضرة. فقط مراجعة بسيطة، إن وددتم يعني 5 دقائق 7 دقائق على الأكثر لما فهمناه معا من خلال الحصة المنيرة التي جمعت طلبة الجامعة بمدربهم ومرافقهم في المهارات. أوكي، أهلا وسهلا، مرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله. نعم، قلنا وثبتنا المعلومات ورددنا أنه توجد تقنيات مراجعة مختلفة، أكيد، من التكرار إلى الارتباط بالتخيل والصورة الذهنية أو حتى القصة المبتكرة بالنسبة لمواد خاصة، وإنشاء بطاقات للتذكر أو استخدام خريطة العقل أو الكتابة أو التلخيص مثلا. فهمنا القصد. يختلف من مادة إلى أخرى، نعم، العلمي والأدبي والعلمي وأقل يعني برمجة إلى آخره. ثم لدينا التقني والفني كذلك، ومواد تحتاج منا إلى تركيز، واللغوي وحفظ كذلك. كل هذه الأساليب تجعل من الممكن حفظ المعلومات بطريقة دائمة، وهذا ما قلناه. ثم قلنا كذلك، نعم، للاحتفاظ بالمعلومات يجب على الطالب والطالبة أولا أن يكون لديهما النية والحافز ومتعة التعلم. اليوم كنا زرنا كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكان درس رائع للغاية. كنا تطرقنا، وشخص يعني طالب علم في القاعة قال لي: أول شيء كي نؤطر الإدراك هو النية، النية السليمة، النية المقوية للذات من الداخل نبدأ بها. نفترض ذلك لأنكما اخترتما، أخي الكريم، أختي الفاضلة، ثم قررتما النجاح والتفوق، نيتك هكذا بحول الله. أكيد بحثتم ووجدتم طريقة المراجعة الصحيحة التي تليق بشخصكم الكريم. ثم الكثير من الأشياء، تحدثنا عن الابرنتيساج دي كونيسانس بار لا ريبيتيسيون إلى آخره. ثم النقطة التي يعني علمتنا الكثير، يعني تحدث عنها الطلبة، أي نعم هذا أعمل به أحيانا. قلنا ماذا نستنتج، أو بالأحرى ماذا نفهم من هذا الطرح؟ يعني لا يشجع حل المراجعة هذا الخيال والتفكير وفهم المعلومات التي يجب تعلمها. يعني ألن يكون من الأفضل الجمع بين التعلم ومتعة التعلم؟ البعض منا قال يعني التعلم المسرع accelerated learning كما قلنا، أو apprentissage rapide، يعني بالطريقة المتعة. أنا أدرس بالمتعة لكي تدخل المعلومات بطريقة سلسة. قلنا كذلك الكثير من الأشياء، قلنا على أن هذا يليق بمسألة الحفظ خاصة. وتطرقنا إلى نقطة جوهرية كذلك، أفضل الطرق للمراجعة. قلنا بالفرنسي، والبعض قالها بالعربي، إن التحدث والحديث عما نعرفه يعزز ما نعرفه. أوكي، parler reparler de ce que l'on sait renforce ce que l'on sait. C'est un peu ça, d'accord? Donc je dirais, pour lire un petit peu vos commentaires, ceci est très louable et très logique dans plusieurs sens. خاصية تعلمية عالمية الآن. المبدأ هو التحدث بصوت عال، أوكي، عن المعلومات المستفاد منها. أتحدث مع ذاتي، أتحدث مع غيري، هكذا. يمكن للطالب أو الطالبة أن يتخيل صديقا وهميا يطرحونه يعني ويجيب عن أسئلة حول الموضوع. يمكنه بعد ذلك أثناء تناول الطعام مع والديه، إخوته، مناقشة ما تعلمه للتو، يعني هكذا. ثم في اليوم التالي مع بعض الأصدقاء الزملاء لشرح مرة أخرى ما اكتشفه وما تعلمه. التقنية بسيطة وسليمة، يعني أن تتحدث parler reparler de ce que l'on sait renforce قلنا ce que l'on sait. C'est un petit peu comme تليق للطالب الجامعي كأول لبنة. ثم تحدثنا عن بطاقات فلاش. بطاقة فلاش يعني كرتون هكذا، هذه مجربة منذ الصغر ونافعة. تتيح لك هذه الطريقة تصور التعلم من خلال الرسم على الخريطة. نعم، كما قلت أختي الكريمة، نعم، أنا أقرأ، يعني un grand merci à vous. Merci et un grand bonsoir. وأنتم، والله أنتم الفخر، أنت الفخر وأنتم الفخر إخوتي الأعزاء. أنا أقول لك قول تعلمته يعني هذه الأيام حول البطاقة خصوصا. هذه الطريقة ممتعة لحجب المعلومات،
تكون الورقة هكذا، ثم تحجب المعلومات، وهناك يعني الجواب عن المعلومات. على الجزء الأمامي من البطاقة المعلومات التي يجب تعلمها، ثم على ظهرها الإجابة في شكل رسم أو حروف أو جرافيك أو صور كذلك. هو مبدأ قد يبدو طفولي، ولكن يعطيك الكثير من المعاني خصوصا على مستوى الذاكرة. إن مبدأ صنعها بنفسك هو الذي يؤكد على فهم الموضوع. أقول الإنجاز هو أن الطالب أو الطالبة صمموها وكتبوها ورسموها بأنفسهم. فهمت القصد؟ هكذا القصد يكون يعني من الداخل. ثم رسم الدرس من خلال معلومات صور ذهنية. قلنا كثير من الأشياء، وأن هذا الأسلوب يتيح لك التعلم، ربط المعلومات عن طريق ربطها بصورة ذهنية من خلال اختراع قصة أو سيناريو حكي مثلا حول الموضوع الذي تم تعلمه بطريقة خاصة بك، يعني خاصة مبتكرة. أقول سيتذكرها الطالب بسهولة وبطريقة ممتعة، وستحضر يعني يوم الاختبار بطريقة رائعة للغاية. مجربة والله. ممكن جدا أن نبدأ بهذه الطريقة على شاكلة قراءة سريعة. نقرأ بسرعة وبالصورة للورقة الأولى والثانية والثالثة، أي ما فهمته من خلال إعادة كتابة شق من الدرس. مفهومة أكيد، يعني كأنك تبرمج نفسك على هذه المعلومات، وتدخل مرة اثنين ثلاثة عبر الوعي ثم عبر العقل الباطن، كي تتركز يعني تكون متمركزة في الذاكرة. خاصية أخرى بسيطة وعلمية، امنح عقلك الوقت للحفظ وللتذكر كذلك. وسوف تأتينا يعني درس إن شاء الله قريب جدا، يعني عن بعد وعن قرب كذلك، حول التذكر، حول تقنيات وفنيات التذكر، أحسن ما يوجد في العالم حاليا، خصوصا في هذه الآونة الأخيرة، 5 سنوات الأخيرة. ثم قلنا بعد التعلم من الضروري أن تمنح نفسك بعض الوقت لفك الضغط. نعم نحن مضغوطون، من أجل استيعاب المعلومات والاحتفاظ بها لمدة يوم يومين أو 3 أيام حسب الطاقة. ثم انتقل، ثم عد إلى المعلومات التي تعلمتها، يعني اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الخامس، اليوم الثامن، ثم شهر بعدها المعلومات تترسخ ذهنيا لمدة سنوات. هكذا نود، خصوصا للمعلومات التي نريدها تبقى معنا. المعنى أن لا تغيب عن المعلومة ثم تأتي ويعني ترجع لها بعد إذ نسيتها تماما. هكذا المعلومة حاضرة بطريقة متسلسلة، وبعدها تصبح مفهرسة عندك، يعني كما قلنا يعني في السابق مع الطلبة، سيكونسيال بي اندكسي، على مستوى الحاسوب مثلا سيكونسيال يعني 1 2 3 4، أنت ترقمها، ولكن اندكسي يعني أنت تبحث عن الاندكس، تبحث عن 16 مثلا، المعلومة 16 معروفة في ذلك الريبرتوار مثلا، أوكي؟ تأتيك بطريقة سريعة بدون جهد كبير منك. ثم إخوتنا الأفاضل، نعم، أنا قرأت ما كتبتم، نعم والله أنت المجهود وأنت الروعة بمكان أخي الكريم. والله لما أخاطبكم أنا أخاطب مشروع عالم، هكذا تعلمت، وأنت تخاطبني بنفس الاحترام، لأننا نحن مشاريع أو مشروعان، يعني مشروع يعني علم هكذا. ومن هذه الطريقة أنا أقرأ منك وأنت تقرأ مني وتسمع، ونكون فعليا ساعة زمن للتدريب عن بعد من الروعة بمكان. نكمل. قلنا مثل الحاسوب، تبحث عنها تجدها بصعوبة بعد فهرستها وخزنها بنفسك بإعطائها رقم واسم ومعنى، تصبح المعلومة مفهرسة، أوكي؟ وسهلة المنال، والتذكر كذلك، كأنك ترتبها بطريقتك الخاصة وتعطيها رابط. فهمت القصد؟ هكذا تعلمنا فترة السابقة واليوم كذلك. باعد بين أوقات المراجعة للحفظ الدائم، إذا باعدت، وخصوصا نوع بين العلمي والأدبي وبين اللغة وبين الرياضيات وبين البيولوجيا وبين القانون، يعني أنت من يعني يبحث لكي تترسخ هذه في ذهنك. أقول لك امنح نفسك وقتا لاستيعاب المعلومات المستفاد يعني المستفادة لمدة يومين، ثم عد للدروس واسمح مرة أخرى ليومين من الاستيعاب، ثم استأنف المراجعة، يعني أعطيها وقت.
هكذا تترسخ. هذا حل فعال لأنه مقسم ومتكرر، مقسم ومتكرر. تذكر هذه الخاصية أخي الكريم أختي الفاضلة، يسمح مبدأ التكرار المتباعد بمرور الوقت بحفظ أفضل. هكذا درسناه يعني من خلال العلماء، علماء يعني علم الأعصاب. أنا أذكر فقط يعني ستانيسلاس، يعني عالم كبير، وحيث قال الكثير من الأشياء. المخ لدينا يستوعب أفضل وبطريقة منتظمة هكذا بهذه الطريقة. ثم نمر الآن، استخدم حواسك الخمس. أوه أنا أتذكر الطالب الذي ذكر ذلك، الحفظ الجيد ونعم الخاصية. حواسك الخمس يعني concentration، يعني أكيد نشارككم هذه اللبنة ونذكر بها أو نذكر بها ليس إلا كي نؤسس للبنة أقوى منها. تمرين يجمع المعلومات المكتسبة بواحدة أو أكثر من الحواس. يمتلك يعني البشر إحدى حواسهم الخمس الأكثر تطورا من الحواس الأخرى، هذا معروف. ثم بالنسبة للنظام التمثيلي، كيف تمثل الأشياء؟ نظامك التمثيلي البصري المميز عند الشباب أكيد، يعني فتفضيلنا للصورة أو للدرس على شكل صورة الورقة أمامنا. هذه الورقة أنا صنعتها. نقرأ وننسخ يعني بطريقة سكان، هكذا سكان، ونحفظ صوريا. والمساعد على ذلك يعني لما نكتب بطريقتنا ملخصا على سبيل المثال، أوكي، بالجرافيك مثلا أو الصور أو حتى الألوان والرموز، جيد جدا أن نفهمها بتفضيلنا. تفضيلك مهم أيها الطالب أيتها الطالبة. قس على ذلك أنك تتلفظ وتقرأ أوكي بصوت يعني أو داخليا ما يصطلح عليه بالتحدث مع الذات، فإن الحفظ أو التذكر يكون سلسا وقويا. وكما أذكر كما ذكرتها في الصباح يعني للطلبة، لدينا جوج المراكز، مركز بروكا وويرنيك. يعني الأولى إن قرأت وكتبت، الثانية تفهم ما قرأت وما كتبت، وتكون العملية متتالية وتعطيك يعني طريقة برمجة المعلومات بأحسن طريقة للغاية. بالنسبة إلى ما يسمى بالشخص السمعي يعني أو النظام التمثيلي السمعي، هكذا يعني هو يسمع ويأخذ المعلومات بطريقته. كما يعني درسنا في السابق تفضيل سمعي مميز عندك، نعم أكيد، لأنك في المدرج تسمع أكثر مما يعني ترى أو تكتب. فإن ربط الصوت بموضوع يتم تعلمه بطريقة سهلة ومفضلة أو بطريقة حركية خصوصا، وربطه بشعور أو حركة سيسمح بحفظه بسهولة كذلك. أكيد أكيد ذكرنا الكثير من الأشياء وقلنا معلومات كثيرة كثيرة جدا للغاية. أنا أتذكر كذلك كنت ذكرت تقنية الشمس المنيرة، أنا أذكرها يعني صنعتها بين قوسين سامحوني على هذه الكلمة، ولكن تقنية الشمس المنيرة كأنني أتحدث معكم أو إليكم حول ما نسميه بالفرنسية لا كارت أوريستيك. أوكي، هذه تقنية بسيطة ولكن نافعة. أثناء الدرس كان عن بعد أو عن قرب، مثلا هذا المباشر، أنت لديك ورقة أمامك أو ورقتين، يعني المعنى أن الورقة الأولى تكتب فيها اسم الموضوع، ثم يعني بهذه الطريقة يعني كأنها شمس منيرة، والشمس المنيرة تعطينا يعني الضوء، ما فهمت أولا ثم ثانيا ثم ثالثا ثم رابعا ثم خامسا. في الأخير ماذا تعلمت من هذا الدرس؟ تعلمت 10 أشياء يعني معتبرة. لا نكتب كل ما نسمع، نعم نكتب المعنى بطريقة وضع المعلومات وكذلك المعارف حول دائرة شمسية بخيوطها. هكذا نقترب كثيرا لمفهوم اللبنة الأولى للدرس أمامنا حضوريا أو حتى عن بعد. والله يعني نافعة، خاصية نافعة جدا وفعالة مجربة وتشبه طريقة الخريطة الذهنية. قلنا المعنى فيها جليل، في أي وقت تطرح على نفسك سؤال أو يطرحه الأستاذ تجد الإجابة فورا مكتوبة ومقروءة أمامك وبالتالي محفوظة. أوكي، يعني معقولة هذا الكلام، يعني يمكن الاستفادة منها بعد الدرس كذلك وأثناء المراجعة أو الحفظ. هي بالتأكيد طريقة فعالة للحفظ بسلاسة.
نمر ونستمر بما نتلقى من معلومات، وهكذا هذا هو الصواب. ذكرنا الكثير من الأشياء والأهمية. اليوم مختلف. لدينا إخوتنا الأفاضل، أود أن أتحدث إليكم حول ما معناه يعني استراتيجي في تدبيرك للدروس. أوكي؟ استراتيجي، تعرف ما معنى سلم التعلم؟ سلم التعلم، اسأل نفسك سلم التعلم ليشيل دابرونتيساج. أوكي؟ لدينا 4 مراحل في سلم التعلم: لا مهارة في اللاوعي، لا مهارة في الوعي، ثم مهارة في الوعي، أنا أفهم الآن، ثم مهارة في اللاوعي، أنا فهمت والله المعلومات تأتيني بسلاسة من عقلي الباطن. أنا أعطيك تمرين بسيط. الأولى لا مهارة في اللاوعي، لا تجيد مهارة ولا يعني معينة ولا تعلم أنك لا تجيدها. أنت كبير السن مثلا، يعني أنت لا تنطلق بطريقتك في التعلم من الأولى، خصوصا في الدروس المعروفة. من النقطة الثانية تنطلق، يعني لا مهارة في الوعي، لا تجيد مهارة معينة وتعلم أنك لا تجيدها أو لا تعلم هذه المعلومة أو هذه المعرفة خصوصا. المعنى أصيل، لأن الدرس أمامك تسمعه لأول مرة. ثم الثالثة، المرحلة الثالثة، وما يسميها يعني العلماء المنطقة الحرجة بين قوسين، مهارة في الوعي، يعني مهارتك الآن في الوعي، كأنك تتدبر المهارة أو المعلومة أو المعرفة بالطريقة التي تعطى إليك وبمفهومك أنت، يعني تجيد مهارة معينة ولكن تفكر وتنشغل بها. مثل إنسان مثلا يود أن يتحدث إنجليزي وهو لا يتحدث إنجليزي، يبحث عن الكلمات، هنا نسميها مهارة في الوعي، مفهومها؟ يعني أنا أعطيك مثال كي تسمع إنجليزيتي يعني بهذه الطريقة وأمزح معكم، يعني I would like to speak، يعني أنا أبحث عن الكلمات، لأن المهارة في الوعي. أنا لا أدبر نفسي في الإنجليزي، لن أقول لك، ولكن بعد التعلم والتدريب 1 2 3 10 أصل إلى المستوى الرابع، ما قلناه هو مهارة في اللاوعي. أوكي؟ مهارة في اللاوعي، يعني تجيد مهارة الإنجليزية، هذا المثال، ثم معينة ولكن لا تفكر ولا تنشغل بها، هذا ما يصطلح عليه سلم التعلم. الرابعة معناه في المثال حول الإنجليزية مثلا هو أنني أقول لك يعني I would like to speak يعني loudly etc، يعني أنا كأنني أتحدث معك يعني بسلاسة وبطلاقة هكذا. أوكي؟ ننطلق الآن، بقيت أوكي في يعني على لساني، إنجليزي محض. الآن عمليا إذا كانت لديك ورقة وقلم، أكيد والله تكفيك نصف ساعة كي تفهم هذا الكلام العلمي المحض. عمليا التغيير والتدبير الناجح كيف يأتي؟ أنا فهمت بين قوسين، يعني حسب ما درست وحسب ما أخذت من معلومات حول هذه النقطة، على أن إذا كان، لاحظ معي، إذا كان لديك خطة عمل، إذا كانت لديك موارد وقدرات وحوافز كذلك ومهارات، ولم تكن لديك رؤية واضحة فيما تعمل، أنت في تخبط. أوكي؟ ثم إذا كانت لديك خطة عمل، أنت ستقوم بكذا وكذا، موارد وقدرات موجودة، حوافز موجودة، رؤية موجودة، ولكن ليس لديك سكيلز، ليس لديك المهارات الكافية، أنت في قلق. أوكي؟ ثم النقطة الثالثة، إذا كان لديك خطة عمل وموارد وقدرات ومهارات كافية ورؤية مميزة منيرة واضحة وضوح الشمس، وليست لديك حوافز، لست محفزا كفاية، هنا هناك تغيير قليل، لن تتغير كثيرا، وهذا ما يحصل يعني عند البعض. إذا كان لديك خطة عمل ولديك حوافز ولديك مهارات ولديك رؤية واضحة وليست لديك موارد وقدرات، هذا ما نسميه بين قوسين، وسمحون على هذه الكلمة، يكرم مجلسكم، إحباط، تحبط. والأخيرة بين قوسين، إذا كان لديك الموارد والحوافز والمهارات والرؤية ولم يكن لديك أكشن بلان، ليس لديك خطة عمل، والله أنت في بداية غير صحيحة. الأجدر أن يكون لدينا خطة عمل وموارد وقدرات وحوافز ومحفزات ومهارات ورؤية واضحة،
كي يعني نكون في على مستوى التغيير الناجح. هذا علمي، هذا علمي، ويفيد القادة، ويفيد القادة. أنت قائد ولا تعلم الآن، ولكن أنت مشروع عالم وقائد كذلك. أنا أعطيك المفيد مما تعلمت من دورات كثيرة حول يعني ما نسميه باستراتيجية الشخصية. الاستراتيجية الشخصية أو التخطيط الاستراتيجي الشخصي 3 مكونات. تود أن تبدأ في تدبر الدروس. أول مكون الرؤية الواضحة، ثاني مكون الرسالة الواضحة، أنا سأفسر لك. الثالث مكون هو الأخير الأهداف الاستراتيجية تكون كذلك واضحة. الوضوح في الثلاثة معا، يعني 3 ركائز، الرؤية والرسالة والأهداف ماذا؟ الاستراتيجية. جيد، نعم. الرؤية يعني لزونجلو ساكسون يتعلمون أو يأخذون بالرؤية ثم يسيرون نحو الرسالة. الرسالة هي المهمة، المهمة يعني لا غيزون ديتر، لماذا أنا موجود، سبب الوجود والانخراط الفعلي لديك كطالب علم، المساهمة في نجاح مشروعك الأكاديمي، أنت في الليسانس أو الماستر أو الباشلور وكذلك يعني الدكتوراه، يعني بجودة ونوعية رسالتك هكذا. الرؤية الواضحة هي حلم إنسان يقد، أوكي؟ يعني حلم إنسان يقد، أنت تفكر وأنت يقد، أنا سأقوم بكذا، سأفكر يعني بالأسبوع المقبل، الشهر المقبل، الشهرين المقبلين إلى آخره. حلم إنسان يقد، وتكتب اسمك مثلا زهير، أوكي؟ مثلا حائز على نقطة كذا وكذا في الماستر أو في الليسانس أو في الباشلور أو كذا إلى آخره، أو حائز على الدبلوم كذا بميزة مشرف جدا. ثم لدينا هذه الرؤية، الرسالة فيها ميزة، الرسالة مرتبطة يعني بارتباط مع ما نسميه بالقيمة، القيمة لا فالور. الرسالة والقيمة، لماذا القيمة في الرسالة؟ الرسالة هي المساهمة الفعالة في مجال، الرسالة في مجال يعني الدراسة الجامعية مثلا، سبب وجودك، انخراطك الفعلي بأي طريقة، بالقيمة الإضافية، بالجودة النوعية لتدبرك للدروس. هنا قيمة دراستك، هنا تدبرك الفعلي والفعال للرسالة. كي تكون الرسالة واضحة عندك يعني ضروري من يعني بعض الكلمات كي توضح الرسالة. ثم الأهداف الاستراتيجية، لا نضعها هكذا، الأهداف الاستراتيجية ليست أهداف عادية. الأهداف الاستراتيجية تهدينا من يعني تأتينا من أهداف عامة، أهداف خاصة حسب مجالات اخترتها أنا. مثلا أنا شركة سأختار مثلا الشق المبيعات، وسأختار يعني لو بول ما نسميه قطب يعني المبيعات والشراء وتسويق إلى آخره. ولكن أنت طالب علم، أنا أعطيك يعني بعض الإشارة البسيطة، أنك تختار يعني لو بول بيرسونيل و لو بول استوديونتان، يعني قطب ذاتي وقطب يعني عنده علاقة بالدراسة الجامعية. ثم في ذلك القطب الأول والثاني تكتب على الأقل 3 أهداف إلى 4 أهداف استراتيجية، ومن الأهداف تأتيك ما نسميه بالأنشطة لزاكسيون، أوكي؟ ولكن كل هذا ضروري أن يكون لديك توجه استراتيجي مميز. التوجهات الاستراتيجية موجودة، ولكن من التوجه الاستراتيجي أنت تختار الاختيار استراتيجي. ما معناه؟ اختيارات استراتيجية منها جودة الخدمة وترسيخ مثلا يعني القوة الذاتية والجماعية، جودة التكوين، جودة تدبر اللغة الحية، جودة تدبر السوفت سكيلز المهارات المرنة. يعني الآن يعني نعرف هذه الانطلاقة الكبيرة في الباشلور مثلا أو حتى في الليسانس والماستر والدكتوراه، السوفت سكيلز. الآن هناك مشروع جميل بالجامعة المغربية، جامعة الرباط، يعني جامعة محمد الخامس بالرباط، يعني هذا المشروع اسمه الحقيبة التدريبية Soft Skills UM5. يعني هناك جولة كبيرة على مستوى 13 المؤسسة، وبالطريقة المثلى نتعلم وإياكم أحسن المهارات المرنة المعروفة عالمياً، اوكي؟ مثل يعني ما قلناه سالفا، قدرة
القدرة على التكيف، كذلك التواصل الفعال، الذكاء العاطفي، الذكاء اللغوي، يعني مثل هذا. وكذلك سوف نأتي إلى درس حول التخطيط الاستراتيجي الشخصي بالنسبة للطلبة. مميز، يعني أنا لدي بارابول وأود أن يكون مساري ويكون توجهي واختياري للتوجه يكون هكذا، يعني بالطريقة الجيدة المنيرة. ثم الكثير، جودة الخدمة، أي تركيز أكبر، إعطاء أهمية قبل كل شيء، إزالة كل المشوشات الإلكترونية والعاطفية عامة، واعتماد مقاربة شعورية أقول يعني جديدة من خلال التركيز على الهدف. أنا أركز أكثر على درسي ساعة زمن أحسن من أن أبقى يعني 4 ساعات على الطاولة دون أن أستثمر هذا الوقت في التذكر أو في الحفظ أو في الفهم إلى آخره. أي اجتنب ما يؤذيك واقترب أخي الكريم أختي الفاضلة مما يسعدك من خلال تعطيل الهدف، أي الدراسة الجامعية. وضوح الرؤية أو وضوح في الرؤية من العناصر الرئيسية للطالب الناجح، للطالبة الناجحة، أن يكون لهما الرؤية، رؤية واضحة للأمور. والطالب القائد بذلك يعني يعرف ماذا يريد بالضبط. أنت تريد أن تشتغل على نفسك، تريد أن تدرس، أن تصبح من الباحثين. هذه الرؤية الواضحة هي التي تحدد أنه يسير بالاتجاه الصحيح له، يعني لهدف معين محدد. سفينة الدراسة الجامعية تحتاج إلى قبطان، والله تحتاج إلى قبطان، وقائد لها يعرف بالضبط إلى أين يتجه. أن تأخذ المشعل، أكيد، قرر يسر طبق، قرر يسر طبق، قرر يسر طبق. وكذلك يعني أنا أقولها لك منذ الأول، الراحة بين الحين والآخر في التدريب تعطيك الفرصة لترتيب أفكارك حول نفسك، حول دراستك، حول توجهك، حول كل شيء يعني فيك أيها القائد. وضوح الرؤية يساعد على تأسيس للأهداف، وأهدافك يجدر أن تكون ذكية. كيف تخطط وكيف تحقق؟ كيف تخطط وكيف تحقق؟ اكتبها رجاء، هي مميزة للغاية. نعم، مساء الأنوار لمن التحقوا بنا، والله شكرا لك أختي الكريمة، لا فولونتي سي فيغيتابلومون سا، شكرا لكم، مرحبا مرحبا، جزاكم الله خيرا، أنتم كذلك. ميرسي بوكو لي زيتوديون كي اون ايتي افيك نو دون دي لايف اوسي سون لا، ميرسي ا فو بور لي ريفونون اوسي، اي انكور ان كران ميرسي. الآن وضوح الرؤية، سوف نتطرق خطوات وضع خطة ناجحة. من أنا وأين أنا الآن؟ هذا تشخيص، يعني أين أنت؟ ماذا جمعت؟ يعني دروسك، جمعت الدروس، وصلت إلى الدرس الثاني، إلى الدرس الثالث. الآن نمر إلى ما نسميه بالتهديف. أين أريد أن أكون؟ أين سأصل؟ هكذا، كيف أصل إلى ما أريد؟ نقطة ثالثة، أنظم نفسي أكثر، ثم أمر إلى التنفيذ. كيف أعرف أني وصلت؟ أكيد هناك مؤشرات، أكيد أنك تقارن مع الموجود، أكيد أن النتيجة معروفة، إن كانت معروفة لديك كان أحسن. وهكذا تمر إلى الخطوة الثانية، التهديف. التهديف معناه أين أريد أن أكون؟ يستلزم تحديد المجال الذي سأعمل به وأتجه إليه. أوكي؟ رؤيتي ورسالتي في الحياة، أدواري وأهدافي الشخصية. أوه، مهمة للغاية أهمية وجود الأهداف. تحديد يعني الأهداف تساعد على ماذا؟ أهدافي في الحياة أنا كطالب علم، يعني تحديد الاتجاه، وضع الرؤى العامة في إطار قابل للتحقيق، أنا أود كذا وكذا وكذا، ولكن أنا أؤطر أكثر، ثم المساعدة على معرفة الإنجاز الذي تم. فهمت؟ اسأل نفسك ما الذي ترغب فيه يعني في تحقيقه؟ هذا هو السؤال الأهم الأساسي من أجل تحديد الهدف الذي ترغب في الوصول إليه. إذا كان هدفك هو مراجعة وفهم 5 دروس مثلا، يظل من الضروري أخي الكريم أختي الفاضلة أن تكون أكثر تحديدا. كم ساعة لذلك؟ في كم مدة لتناول الدرس؟ أوكي؟ يعني الهدف يوثق، ولكن الهدف له خصائص، من الخصائص المعروفة لديكم سمارت، SMART،
spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. محدد بدقة، قابل للقياس، يمكن الوصول إليه، واقعي، ثم مرتبط بالزمن. ثم بناء عليه التعرف على هدف المراجعة المثالية مثلا الصحية التي تريد الوصول إليه. نعم، كن صاحب همة أخي الكريم، همة، كن صاحب أختي الكريمة كذلك، كن صاحب همة محاسباتية. خذوها مني يعني كأنني بالمغربي، كن احساس بي مع ذاتك، معناه أنك يعني خمس دروس معروفة. حتى يقول الدكتور الأمريكي روبرت تولر في كتابه القوة الإيجابية، القوة الإيجابية، الأهداف ليست فقط ضرورية لتحفيزنا، ولكنها أيضا شيء أساسي يبقينا أحياء. الهدف يحييك، الهدف يجعلك ذا همة. يقول كذلك المخرج السينمائي المعروف سيسل بي ديميل، الشخص الذي يصنع نجاحا في الحياة هو الشخص الذي يرى هدفه بثبات ويسعى إليه مباشرة. هذا هو التفاني حسب رأيه الكريم. فوائد تحقيق الأهداف تقريبا 4-5: التحكم في الذات، الثقة بالنفس، إدارة الوقت، حياة أفضل وحياة مؤطرة بشكل أفضل. أوكي؟ هناك سمات ضرورية للأهداف، يعني أن تكون محددة وواضحة وصادرة، يعني عن إرادة واقتناع كما قلنا في السابق، اتفاقها مع القيم الدينية والاجتماعية كذلك، واقعيتها وقابليتها للتحقيق. كذلك السمات الضرورية أن تكون موجهة نحو التحسين كل مرة أنت تحسن من طريقتك، والتطوير كذلك، ونابعة من منطلق النتائج والمخرجات. يعني لا نعمل بشكل يعني عادي جدا، ولكن نريد أن نطور ذواتنا. الهدف يعني باختصار قلنا specific, measurable, timed يعني محقق، محقق، ثم ممكن يعني أن يكون له إطار زمني. نعم، الآن نود أن نعطيكم يعني خلاصة القول من كل هذا. كتابة هدف سمارت مثلا النهائي من خلال نموذج ملء فراغات، هكذا نتعامل بالورقة، الهدف يوثق أكيد. الوصف، ضع الأجوبة أو إجابات عن الأسئلة أعلاه، يعني كذا أقول لك في الفراغات مثلا للحصول على نص. مثلا هدفي هو ماذا، أوكي، حيث يمكن قياس هذا الهدف من خلال ماذا، يعني قياس معروف، 10 دروس، لدي 10 أيام للحفظ، لكل يوم درس. أنا أعرف نفسي في اليوم الخامس وصلت إلى مستوى 50%، سأحقق هدفي من خلال ماذا. هو ما يعد أمرا واقعيا، لأن أوكي هو واقعي، ولكن لأن إن الجهود التي سنبذلها أو سنبذلها في سبيل بلوغ الهدف تستحق العناء، لأن وتجيب، حيث سنحقق هدفنا بحلول الوقت الفلاني، مع وجود محطات مهمة في رحلة البلوغ الهدف سنصل إليها بحلول السنة الفلانية، الشهر الفلاني، الأسبوع الفلاني، بدقة، الوقت محدد بدقة. أعطيك مثال الآن. سمارت مثلا قلنا سبيسيفيك ويمكن قياسه، يمكن تحقيقه كذلك، واقعي ووثيق الصلة بالموضوع، ثم تي تومبوريل يعني مؤطر بالزمن. أكيد نعطيكم يعني بعض الأمثلة. الهدف، سأقوم بمذاكرة مادة العلوم، هذا مثال، أو مادة البيولوجيا، أو مادة القانون، أو مادة الاقتصاد. لدي S يعني specific، هو سأقوم بمذاكرة مادة العلوم، ليس بspecific، ليس محدد، ثم ليس مزغابل، لا يمكن قياسه. سيقوم بمذاكرة مادة العلوم، لم تتحدث عن الدروس وعددها وإلى آخره. ثم يمكن أن نقبل، يمكن تحقيقه أكيد، ثم رياليست، واقعي ووثيق الصلة بالموضوع، ولكن غير مؤطر بالزمن. هذا سأقوم بمذاكرة أو مذاكرة مادة البيولوجيا أو العلوم أو إلى آخره. ثم سأقوم بإنقاص وزني 20 كيلوغرام كذا، يعني في الفترة الفلانية. أكيد أن هناك specific وmeasurable وكذلك مؤطر بالزمن، ولكن ليس بواقعي أكيد. يعني أسبوع سوف تنقص من وزنك 20 كيلوغرام، لا والله غير واقعي،
يعني أن تقول الأشياء يعني بطريقة تستطيع تحقيقها. ثم هل يمكن تحقيقه؟ لا يمكن. أسبوع؟ لا والله، يعني إلا إذا كانت هناك معجزة أو عملية جراحية أو أي مثال من هذا، من هذه الشاكلة. ثم مثلا شراء سيارة جديدة خلال 5 سنوات، هل هذا هدف يعني محدد؟ لا والله غير محدد، يعني يمكن قياسه. نعم قلنا هل يمكن تحقيقه؟ نعم. واقعي ووثيق الصلة بالموضوع؟ نعم. مؤطر بالزمن؟ نعم. ولكن ينقص ماذا؟ غير محدد أكيد، غير محدد. وهكذا. ثم مثال كطالب جامعي في قسم إدارة الأعمال، أنا أعطيك هذا المثال بالجامعة، سأقوم بالاجتهاد في مذاكرة الفصل الأول من مادة العلوم للصف الخامس، أوكي، خلال 5 ساعات. جميل هذا الهدف، ولكن ينقصه شيء. فيه محدد بدقة؟ نعم. فيه يمكن تحقيقه؟ نعم. ثم مؤطر بالزمن؟ نعم. ولكن ينقصه، يمكن قياسه. وكذلك غير واقعي ووثيق يعني الصلة بالموضوع. الهدف المعقول كمندوب مبيعات مثلا، هذا مثال أمامكم، أهدف إلى بيع 200 جهاز مثلا تليفون كذا وجوال من الصنف إكس، أوكي، على محلات الجوالات في شمال الرباط مثلا أو الدار البيضاء قبل نزول الإصدار الجديد لهذه الماركة. جيد، هذا فيه محدد، يمكن قياسه، يمكن تحقيقه، واقعي ووثيق الصلة بالموضوع، مؤطر كذلك بالزمن. إخوتي الأفاضل، أنا أتحدث لكم عن هذه اللبنة أولا، ما شاء الله لبنة مفهومة وموثقة بإذن الله تعالى. الآن دراسة الموجود فيك، تتذكرون وقت كورونا كنا تحدثنا عن شيء مهم للغاية وكان لأول مرة، يومك اليوم وغدا وبعد غد أنت تكتب يومك، يعني كأنك تكتب 28 يعني أكتوبر، ثم 29 أكتوبر، ثم 30، ثم 1 نوفمبر إلى آخره. ثم في الخانة أمامها التزاماتي، ثم الوقت المحدد لها لهذه الالتزامات، يعني لكل أسبوع التزامات، يعني هناك دروس حضورية، هناك دروس عن بعد، نعم قد يكون للبعض، ولكن التزاماتي أنا بعد الدروس الوقت المحدد لها. ثم خانة أخرى تكتب يومك 1 2 3 4، اكتب رجاء ما يلهيك، ما يلهيني. أنا ما يلهيني مثلا أنني أبقى 3 ساعات على اللابتوب دون إنجاز أي شيء، أبقى ساعتين في اليوم تقريبا تقريبا، وهذا قد يكون وقد لا يكون، يعني على الهاتف الجوال. ثم ما يلهيني أن تكتبه وأن تتعرف عليه بنفسك، لأن هذا يعني شخصي للغاية. ثم خانة فيها الوقت الذي ينخر مني، الكثير من الأوقات يوميا، اليوم اشتغلنا الصباح وبعد الظهر إلى آخره. إذا كان اليوم مميز بالنسبة لك ارتاح في المساء، إن لم يكن كذلك رجاء ساعة زمن وخذ من الوقت ما يكفي، ساعة ساعة ونصف كذلك على شقين، ثم راجع ما كان في الدرس اليوم، كي لا يعني كي تؤطر الإدراك أكثر من خلال دروسك. ثم هل وجدت وقت تقضيه مع ذاتك؟ هذا سؤال، هل وجدت وقت تقضيه مع ذاتك ليس على التليفون، ساعة تأمل ربما، سميها خلوة كما سميناها سالفا. النقطة الأصلية يعني تشخيص الحالة الراهنة فيك من حيث المبادرة، هل أنت مبادر كفاية؟ الرؤية، هل رؤيتك واضحة أم تود أن تسأل نفسك أكثر لكي تكون الرؤية واضحة؟ التواصل الفعال مع ذاتك، هل تواصلت مع ذاتك؟ هل انتبهت لأشياء؟ التعاون كذلك، الإبداع، الثقة بالنفس، ثم التفكير الإيجابي، تحفيز الذات، حب الاستطلاع، الانتباه، هل أنت بحثت في الأمور التي سمعتها في المدرج أمام الأستاذ أو الأستاذة؟ القدرة على إدارة الضغوط، كانت لديك هذه القدرة، الآن هل لديك هذه القدرة؟ هل لخصت الدروس؟ هل إلى آخره من الكثير من الأشياء. أوكي؟ قسم الصورة الكبيرة إلى صور أصغر ثم إلى أهداف محددة.
في بعض اللحظات تأتينا أهداف كبيرة للغاية، هذه الأهداف قد لا تنفع، قد لا تنفع، نحن نجزئها ونفكر في مجالات حياتنا التي تريد يعني تغييرها أو التي تريد تطويرها بمرور الوقت. نحن في دراسة جامعية، نعم، ولكن إن درست لغة مع الدراسة الجامعية كان أحسن، لغة الإنجليزية، ألمانية، يعني لغات أخرى كذلك، العربية ربما، يعني الفرنسية للبعض. ثم تتضمن هذه المجالات الدراسة، الحالة المالية، العائلة، تعلم لغات، تدريب في مجال تنمية القدرات الذاتية والتنظيمية والاستراتيجية والصحة كذلك. لا، الصحة مهمة للغاية. قبل الدراسة ابدأ بسؤال نفسك عما تحب تحقيقه في كل مجال، وكيف تحب أن تحققه في سنة مثلا كنطاق زمني. بالنظر إلى هدف، أريد أن أفهم وأراجع دروس المادة الأولى مثلا. يمكنك أن تحدد أهدافا أصغر، أريد أن أتمكن أو أن أداوم لخمسة أيام على 4 ساعات حفظ المادة الأولى بصورة أكبر وأفضل للغاية، وأريد أن أفهم أكثر من خلال أساليب جديدة وسهلة. ولذلك نحن معا اليوم من خلال هذه هذا المباشر. كذلك أخي الكريم، أختي الفاضلة، نعم أنا أقرأ ما كتبتم، الحمد لله تعالى. أنا أقول لك، حياتنا بعد كورونا، تقول الأخت، حياة أخرى. والله نحن نتأقلم، يعني حتى أول ميزة بدأنا بها هذه المحاضرات الحضورية، أنك أخي الكريم، أختي الكريمة، يعني تجدد في حياتك، تسأل نفسك سؤال، كيف أنت؟ ومتى سوف يعني تطور من ذاتك؟ وكيف تتأقلم وتتكيف مع الوضع؟ وكيف تصمد أكثر؟ وكيف لا تواجه كل شيء؟ وكيف تتغافل؟ وكيف تحتوي الوضع؟ وكيف تكون حازما جازما مع بعض الأشياء؟ أنا أقول لك قول حق، يعني الأهداف الاستراتيجية تعلمك الكثير من، تعطيك مرونة، تعطيك فليكسيبيليتي مونتال، تعطيك يعني الكثير. حتى كونك استراتيجي هذا يجعلك استراتيجي ومرن. المرونة مطلوبة، مطلوبة حتى في البيت مع زوجك، مع أختك، مع الوالدة، مع الوالد، مطلوبة في المدرج مع الأستاذ والأستاذة، مع الإداري، مع حتى لاجون سيكوريتي، مع كل الناس. يعني أنا أرجع للدرس وأثبت هذه المعلومة منك أختي الكريمة، اكتب أهداف المدى القصير، ستكون على علم بما يجب عليك تحقيقه في الأيام والأسابيع القليلة القادمة. يعني ضع أهدافا قوية لتبدأ العمل عليها الآن. أنا أقول لك قول حق، يعني أسبوعي فيه 5 أهداف، هدف الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. إن كان هناك أهداف إضافية سأضيفها. ضع أهدافا قوية لتبدأ العمل عليها الآن. قم بإعطاء نفسك إطارا زمنيا معقولا، لا أكثر من 15 يوم أو شهر للأهداف قصيرة المدى. بين قوسين، كتابة الأهداف تجعلك يعني تجعل تجاهلها أصعب. عندما تكتب الأهداف وتوثقها تجعلها يعني كأنك تجعل تجاهلها أصعب، مما يترتب عليه أن تصبح مسؤولا عن هذه الأهداف. فهمت قصدي؟ الكتابة قيد والهدف يوثق، الكتابة قيد والهدف يوثق. كما نقول ونردد، لتكون أكثر رشاقة، قد يكون أول أهدافك أن تأكل خضروات أكثر وأن تجري أو تركض 3 كيلومترات، أوكي؟ يعني مرتين في الأسبوع لتبدأ عملك الخاص. قد يكون أول أهدافك أن تحضر يعني فصول، يعني تحاسب نفسك بنفسك وتبحث عن المكان المناسب. يعني أنت في مثلا في خانة شعبة المحاسبة مثلا، يعني أن تحضر فصول محاضرة محاسبة أو محاضرة محاسبات،
محاسبة عفوا منكم، ثم تبحث عن المكان المناسب لمتجر الخاص مثلا، وهكذا تبحث عن الأشياء التي تليق بالشعبة وبالدرس الذي أنت فيه، لتبدأ بمراجعة الدروس يعني تقنيا، أن تحضر لبنة تنظيمية استراتيجية بسيطة يحضر فيها الجانب الزمني ومكان خاص بالمراجعة، مع تحديد الهدف كتابيا، وقبل ذلك التحضير النفسي من أجل ذلك ذهنيا، ذهنيا رجاء، يعني الذهني يساعدك كثيرا من أجل السلوكيات، من أجل العمل. اجعل خطوات أهدافك تتحرك نحو أهداف حياتك. يا سلام، مبدئيا يجب أن تقرر لماذا تضع هذا الهدف لنفسك وماذا سيحقق. بعض الأسئلة الجيدة لنفسك عندما تحاول المعرفة هي: هل يبدو ذلك مجديا؟ أوكي؟ هل هذا الوقت المناسب؟ هل يلائم هذا احتياجاتي؟ سؤال ثاني وثالث ورابع، أنا أسأل نفسي: هل طريقتي المعتادة طريقة يعني رصينة؟ أكيد نعم، أود الفلاح والحصول على علامات مثالية لأنني طالب علم، لأنني مشروع عالم، لأنني يعني ثبتها بالهوية. عدل أهدافك دوريا، أوكي؟ عدل أهدافك دوريا أقول فيها: قد تجد أنك تتوجه إلى الأهداف العريضة في حياتك، لكن خذ وقتا لتعيد تقييم أهدافك الصغيرة، أوكي، ليفاليواسيون، هل تحققهم بما يتناسب مع الإطار الزمني المحدد؟ هل لا زالت هذه الأهداف هامة للوصول إلى أهداف حياتك الكبيرة؟ لديك أهداف كبيرة في حياتك، اسمح لنفسك بمساحة من المرونة لتعديل أهدافك. تذكر دوما أنك دخلت للجامعة كي ترقى، تذكري كذلك أختي الكريمة ذلك، إلى أعلى مراتب العلم كي تنال رضا الله العليم. أوكي؟ الآن نعود للهدف ونقول يعني بعض الإشارات كي ننهي هذا الدرس اليوم. استعمل دروسك القائمة الأساسية الخاصة بك، وضب عمل تلخيص الدروس أو كتبك والمواد يعني التعليمية خلال العام، خلال 3 أشهر، خلال هذا الشهر. لقد تم تغذية ذاكرتك بالفعل من خلال هذه القوائم الأساسية. الآن أصبحت الذاكرة أكثر فاعلية، حيث يمكنك ربط المعلومات بالمعرفة، نعم، التي لدينا بالفعل. لذا حتى لو كانت دورتك الدراسية أو الدراسة الجامعية غير كاملة، فقد صنعت ذكريات لك بالفعل، أنت من صنعها. لذلك يجب أن نبدأ من تلك الملاحظات المألوفة في كثير من الأشياء أو الأحيان عفوا، والتي تشكل العمود الفقري لذاكرتك. ثم إن مراجعتها بسرعة تعيد الأشياء إلى ذهنك، مثل الخطة وذاكرة الشرح التي قدمها الأستاذ المحاضر أو الأستاذة المحاضرة، والواجبات الدراسية التي تقوم بها في المنزل، وذات صلة مثلا وما إلى ذلك. نصيحة الطريقة: قبل البدء في المراجعات، رتب أغراضك. لكل فصل اجمع الدروس والعمل العملي والواجب المنزلي كذلك، والتمارين والملاحظات خصوصا، وانظر ما ينقصك، أنت ترى ما ينقصك وما يستوجب يعني العمل عليه. ثم قلنا يعني احصل على الدروس، يعني البعض منا ليس لديه الدروس كاملة، املأ ما هو غير مكتمل وغير واضح ومتدرج بشكل يعني سيء. اسأل الأصدقاء الزملاء عن ملاحظات الدروس التدريبية، استخدم كتابا نموذجيا، أكيد يعني اصنع لنفسك كتاب نموذجي، اجمع مع كل فصل التدريبات لتدي مثلا أو الدروس أو الموضوعات المقابلة، كأنك أستاذ أو كأنك أستاذة أختي الكريمة كذلك. ثم قم بعمل بطاقات فهرسة، يعني العمل المنظم يظهر يعني من خلال التدبير، وملخصات ومخططات ذات نوعية جيدة تتعلق بكل دورة تدريبية، وستتيح لك الفهم الجيد والتعلم بسرعة إن شاء الله.
حدد موقع أو مواقع الويب مثلا الذي يمكن أن يسمح لك بملء الفجوات. إذا كان دعم الورق الخاص بك جيدا فأنت لست بحاجة إليه. يعني الإنترنت إذا كان الدرس مميز، بحث طفيف، بحث يعني يساعد، جيد. ولكن إن كان درسك مميز فأنت لا تحتاج إلى ذلك. قم بعمل ملف كامل لكل دورة مع الملاحظات والبطاقات والتمارين وتنظيم ملفاتك كأنك أستاذ. هكذا بطاقة يعني بقبعة الأستاذ سيساعدك عمل تخزين المواد هذا على تنظيم المعرفة. تنظيم المعرفة شيء أساسي، تنظيم المعرفة في دماغك ويجعلك في سلام. أوكي جيد. ثم عمل جدول المراجعات. افتراضا مثلا انتهت فصول الدراسة الجامعية الآن، مثلا افتراضا في شهر 12 أقول، وأمامك أيام طويلة للمراجعة، لكن لا تبدأ الدراسة دون الانتهاء من البرنامج. أوكي احسب يعني عدد الأيام التي يتعين عليك مراجعتها دون احتساب اليوم السابق للامتحان. يعني كأنك تدرس كم يوم بقي لي ثم تبقى. ثم أذكر جميع الدورات أو الموضوعات التي تريد العمل عليها، وهذا في جميع المواد. لا يعني كل المواد مهمة بالنسبة لك. املأ جدولا بتوزيع الدروس المراد مراجعتها على مدار أيامك، بدءا من يعني من أقدم الدورات الأولى والثانية والثالثة، ثم إلى يعني النهائية، ثم التي درست في بداية العام أنا أقول، وانتهاء بأحدث الدورات. ضع أيضا دروسك الصعبة أو التي لم تتعلمها بعد أبدا أو أبدا. كذلك يعني في بداية المراجعات اتبع مسار البرنامج، لأننا غالبا ما نحتاج إلى تعلم المفاهيم في البداية لفهم ما يلي، لتوزيع المواضيع المراد دراستها كل يوم. رجاء وليس أمرا إخوتي الأفاضل، يعني ضع أصعب المواضيع والموضوعات في الصباح أو في وقت متأخر بعد الظهر على أبعد تقدير، كي يكون المزاج وكي يكون تدبير الأمور بطريقة ذاكرة. يعني ضع جدولا دقيقا ساعة بساعة أو أفضل، نصف ساعة بنصف ساعة، بتحديد من البداية الوقت الذي تبدأ فيه في الصباح. طريقة بومودورو تعرفونها، 25 دقيقة 5 دقائق راحة، 25 دقيقة يعني عمل أو مراجعة 5 دقائق راحة، وبعدها الثالثة والرابعة تأخذ نصف ساعة للراحة. لما؟ لكي تترسخ المعلومات. لما؟ لكي يعني تدخل المعلومات وتبقى يعني في الذاكرة القصيرة الأمد. نعم ولكن طويلة الأمد. الوقت الذي توقف فيه في المساء في موعد لا يتجاوز 11 ليلا، وكنا وذكرنا مع الطلبة الكرام يعني قبلها. ثم العمل خلال أيام المراجعة. عليك فقط أن تفعل، يعني أن تقوم بفعل الكثير من الأشياء. تفعل يعني أريدك أن تفعل ما خططت له في جدولك. يعني لدينا جدول ولدينا استراتيجية. هنا مرة أخرى علينا أن ننظم أنفسنا. اختر مكانا هادئا يفضي إلى العمل وقم بكل المراجعات الخاصة بك هناك حتى لا تضيع الوقت في نقل أغراضك من مكان إلى مكان إلى آخر. لديك المكتبة، سوف تنطلق يعني أشغال المكتبة أول أيام شهر نوفمبر، مكتبة الجامعة أنا أتحدث. تذكير، احصل على ساعة 7 ساعات من النوم على الأقل. تأكد من استمرار تركيزك أثناء جلوسك على المكتب، يعني مكتبك أو طاولة. قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر المحمول أو الجوال الخاص بك حتى لا يتم إزعاجك. ساعة زمن، نصف ساعة، في نصف ساعة أحسن من 4 ساعات. لا تقضي الكثير من الوقت في موضوع ما لأنك لا تستطيع التركيز بفعالية لأكثر من 40 أو 50 دقيقة على الأكثر. لما؟ لأن الذهن لدينا لا يبقى على نفس الوتيرة منذ الأول. خذ استراحة قصيرة رجاء، استيقظ واذهب لشرب الماء واستمع يعني إلى بعض الموسيقى ربما أو ارتاح لك قليلا، ثم عد إلى العمل. سيكون تركيزك مميزا للغاية. إذا كنت تحلم أخي الكريم أختي الفاضلة بأحلام اليقظة فقم بتغيير الموضوع حتى لا تضيع الوقت. في اليوم السابق استرخي
لا تحاول مراجعة كل شيء في غضون ساعات قليلة، لا والله كل ما دخل سيبقى إن شاء الله. يا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. إنه مستحيل ولن يعني يؤدي إلا قلقك عندما تراجع يعني في اليوم الأخير. استرخي، احزم أغراضك لليوم التالي واخلد إلى الفراش في وقت معقول، لا مبكرا ولا متأخرا، وخصوصا فرحا قبيل الاختبارات. الكثير من الأشياء موجودة يعني في ذهننا، في مرة أخرى إن شاء الله سوف نتطرق إلى كل ما هو planification des tâches، كيف نصل إلى يعني تدبير هذه الأنشطة التي نودها الآن. إخوتي الأفاضل، شكرا لكم على التتبع، وإن شاء الله يعني ساعة زمن انقضت بسرعة بسرعة بسرعة، والفكرة تعطينا فكرة أخرى، ونعطيك بعض يعني ما كتبت باللغة الفرنسية وأنهي بها. يعني كان اليوم عربي، والمرة الفائتة عربي، والمرة التي قبلها عربي. يعني حين نقوم بدورة باللغة الفرنسية لا تقول لي العربية أستاذ، يعني نحن ننوع في لغة الخطاب، عربية فرنسية، وإن شاء الله إن شاء الله يا رب تكون بالإنجليزية، لما لا، لكي نتعلم أكثر. Une pensée, une petite sagesse. Décidément, la planification stratégique personnelle s'impose. ضروري من تخطيط استراتيجي شخصي. Une vision et une mission claire. يعني رؤية واضحة ورسالة واضحة donnerait de bons objectifs. Les actions en ressortent et suivent un modèle gagnant d'orientation stratégique puis de choix stratégique. Notre équilibre en action est très souhaitable. هذا ما تعلمناه اليوم تقريبا. كان معكم زهير جلول الشرتي، مدرب مهارات لدى الجامعة، وأنا أود صراحة أن نلتقي حضوريا مع كل هذا الجمهور الحبيب، طلبتنا الأعزاء، مشروع العالم والعالمة اليوم. نلتقي مجددا في يعني لايف أو مباشر يوم الخميس المقبل بحول الله، إن كان إن شاء الله، وحضوريا في كل الكليات والمدارس العليا لدى الجامعة. أقول لكم قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. دمتم بألف خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم، والله أنتم الرائعون. شكرا شكرا، ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم.